المسؤولية، مسؤولية ارتفاع هي ليست مسؤولية التاجر لوحده، مسؤولية فيه 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 مسؤولية كمية، فيه مشكل كمية بودرة الحليب أو غبرة الحليب المستوردة والمدعمة، فيه كذلك مسؤولية التوزيع، لأنه الموزعين الآن نراهم يحتجون على هامش الربح، وفيه مسؤولية أخيرة وهي مسؤولية التاجر في ارتفاع أسعار الحليب. لكن في الاجتماع الذي عقدناه وزير التجارة كان صارم في هذه النقطة، وصارم وشدد وتكلم على شدة العقوبات، ليس من ناحية التجار فقط، من ناحية التجار الذين يرفعون سعر الحليب، ومن ناحية ثانية من ناحية أي إدارة لا تقوم بدور المراقبة، لأنه شدد كذلك على كل مدراء التجارة وكل المراقبين. الموزعين دائما عادة ما يشتكون من هامش الربح، ولكن يشتكون من هامش الربح، وهذه المشكلة دفعتهم إلى ماذا؟ إلى تغيير، إلى ممارسة أمور تجعل من أشياء أخرى تجعل من رفع السعر. طيب. مثلا توزيع، عدم التوزيع التوزيع المتساوي بين تجار، بين مواد، محلات المواد الغذائية التي تابعة للتجزئة، يجب توزيع عادل بين كل المحلات، وليس فقط محل واحد تكون عنده كمية كبيرة ومحل ثاني ما عنده.